انا بكلمك النهارده عن العمل شبه الوحيد اللي بيتنافس مع ليله القدر في الثواب وممكن يزيد عليها. انت بتقول ايه؟ الصيام في عشر ذي الحجه. الصيام ابن عباس يقول ان ان العمل الصالح في عشر ذي الحجه ب 700 ضعف، لان النبي قال انه باجر الجهاد في سبيل الله في 700 ضعف. فاليوم في صيام في عشر ذي الحجه باجر سنتين صيام، باجر 24 شهر صيام. الحديث الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام كمان وحديث قدسي، كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. يعني الصيام بيضاعف اكتر من 700 ضعف طبيعي، طبيعي يعني اليوم ب 700 يوم واكتر طبيعي من غير 10 ذي الحجه. يعني صيام اليوم في 10 ذي الحجه 700 في 700 ب 490,000. يعني صيام يوم في 10 ذي الحجه يصل الى نصف مليون يوم. والحديث والاحاديث اللي بقولها كلها في اعلى درجات الصحه. الحديث اللي ابن عباس استخرج منه ان العمل الصالح ب 700 ضعف في 10 ذي الحجه، والحديث بتاع الا الصوم الى 700 ضعف الا الصوم، فالصوم فوق 700 ضعف. يعني اليوم بنص مليون يوم الوقت يا جماعه، يعني نص مليون يوم دول يعني لو اتقسموا على 30 يبقى انتوا عارفين كام شهر. يعني اليوم ب 16,000 شهر. ليله القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من أحسن من 1000 شهر. صيام يوم في عشر ذي الحجة خير من 16,000 شهر. تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بالصيام، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بدعوة الناس للصيام، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بتفطير الصائمين، تجروا مع الله في عشر ذي الحجة بالعبادة العظيمة اللي انتوا اللي زي قلت لكم يعني دي من الأعمال النادرة التي تتنافس مع ليلة القدر. صوم يوم في عشر ذي الحجة خير من 16,000 شهر. يبقى انت تضيع الثواب ده ازاي بقى؟